دراسة استقصائية عالمية أجريت في 44 دولة وحوالي 15,000 شاب، وجدت النتائج أن نصف جيل زد يشعر بالقلق طوال الوقت بسبب تكلفة المعيشية. وفي تقرير حديث لجامعة هارفارد، قال أكثر من نصف الشباب إن الضغوط المالية تؤثر سلباً على صحتهم العقلية. وبحسب استبيان آخر، فإن أكثر من 30% من جيل الألفية وجيل زد قلقون من أن ينتهي بهم الحال إلى التشرد بسبب وضعهم المالي، وخائفون من اتخاذ الخيارات المالية الخاطئة. المفارقة أن جيل زد غير مهتم بوضع أهداف طويلة المدى لفقدانهم الثقة في فكرة الأمان المادي، لذلك ينفق بعضهم دون وعي خصوصاً على الأشياء التي يشاهدونها على منصات التواصل. لكن في الوقت نفسه يشعر 85% من الشباب بالندم بسبب قرارات الشراء الاندفاعي.